هنروح للجودو الحقيقه من الاتحادات برضو اللي دايما بندعمها لان هي من الاتحادات اللي مرشحه في ميداليه في باريس 2024. الجودو يكفي ان في كابتن محمد رشوان هو المدير الفني المسؤول عن المنتخبات اسطورتنا الكبيره. الحقيقه العمر ما هنسى كابتن محمد رشوان ورئيس الاتحاد طبعا كابتن مرزوق. لاعيبه منتخبنا الوطني للجودو حققوا ميداليتين في بطوله اوروبا المفتوحه واللي اتلعبت في العاصمه البلغاريه صوفيا، وده انجاز كبير جدا بيديك مؤشر كل لعيبه اوروبا هناك وتاخد ميداليتين حاجه كويسه. لعيبه مصر حققوا ميداليتين فضه عن طريق يسري سامي وعبد الرحمن عبد الغني. يسري سامي حقق الفضيه في منافسات تحت 60 كيلو جرام بعد خسارته قدام بطل فرنسا، اما عبد الرحمن عبد الغني فحقق فضيه منافسات وزن تحت 81 كيلو جرام بعد خسارته من بطل جورجيا. وكان عندنا لاعب قريب جدا من حقق ميداليه كان هو علي حازم في منافسات وزن تحت 90 كيلو وزن الكبير ولكن ما توفقش، بس كويس يعني ان شاء الله كده حاجه كويسه. والجودو ماشي كده بخطوات ثابته. بطوله اوروبا المفتوحه دي كانت بطوله مهمه جدا لان اكبر او عظماء اللعبه كانوا مشاركين فيها، وعشان نعرف اكتر عن البطوله دي والانجاز اللي اتحقق فيها معانا كابتن مرزوق رئيس الاتحاد عبر الهاتف. اهلا بيك يا كابتن مرزوق. يا كابتن هيثم ازي حضرتك؟ وحشني جدا والله. يعني بجد بجد انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على الدعم اللي انت بتعمله لنا وعلى القناه اللي بتعمله لنا. يعني بجد انا فضلت اشكرك وقت كبير جدا مش هوفيك حقك على المجهود المشرف والكلام المحترم اللي انت بتتكلمه عننا، بجد الف شكر يا كابتن مرزوق. اذا كان حد مفروض يتشكر فالاتحادات اللي زيكم اللي بتشتغل واللي عايزه تحط مصر قدام واللي عايزه تجيب ميداليه لمصر هي دي اللي لازم نربط على ايديها ولازم نشكرها. والله يا كابتن احنا بندعي لكم لان الجودو ليها تاريخ كبير جدا وانتم بتبذلوا مجهود يعني كبير، ويكفي ان انت من اول ما توليت المسؤوليه يعني خليت كابتن يعني كبير الاسطوره الكبيره كابتن رشوان معاك، او يعني احنا اللي معاه ده الاسطوره الكبيره يعني، ولكن وجوده كان حاجه مهمه جدا. كابتن خلينا نروح للبطوله، عرفنا يعني اكتر للساده المشاهدين البطوله دي كانت مهمه ليه وكانت امتى ومعنى ان احنا نحقق فيها ميداليتين. حضرتك بطوله اوروبا المفتوحه دي يعني معناها ان يعني في ناس بتسال يعني ايه بطوله اوروبا وتبقى يشارك فيها حد من بره اوروبا؟ دي بطوله اوروبا مفتوحه بيسمحوا للقارات الثانيه ان هي تشارك فيها عشان خاطر حضرتك بتجمع نقط بكل احنا عندنا التاهيل عندنا ان انت حضرتك تفضل تجمع نقط لغايه قبل الاولمبياد بشهرين وبعدين حضرتك بياخدوا الاول 17 في الرانكينج يتاهلوا لغايه الاولمبياد. احنا بنشارك في البطولات دي عشان خاطر نجمع نقط، واحنا بالنسبه لنا انت عارف حضرتك من ساعه ما تولينا المسؤوليه ان احنا بنبني اجيال جديده تعيش مع منتخب مصر لسنين كتير، يعني احنا مش بنخطط لباريس بس، احنا بنخطط كمان ل 2028 لان احنا اغلب العناصر اللي موجوده عندنا دلوقتي كلهم صغيرين في السن، فاحنا عندنا يسري سامي مثلا هو لعيب اصلا لسه لغايه دلوقتي هو عنده 18 سنه يعني هو لسه في مرحله الشباب. ومحقق ميداليه مع الكبار. هو دلوقتي كل البطولات اللي هو واخد اول افريقيا كبار وهي البطوله ما شاء الله بطوله كبار، وهو راح هو كمان هو لسه راجع من اصابه بقاله حوالي شهرين كان عنده اصابه في الضمه، فاحنا جهزناه وان هو دخل البطوله ووصل الفاينل ولعب مع الفرنساوي. يعني يوسف عنده 18 سنه الفرنساوي عنده 28 سنه، فالحمد لله وصل الفاينل وقدر يحقق الميداليه الفضيه. ميزان 81 كيلو. عبد الغني برضو حد لسه بروميسنج ولسه شاب صغير عنده 22 سنه لعب والبطوله كانت قويه جدا ووصل الفاينل وقدر يحقق الميداليه الفضيه. كان عندنا لعيب علي حازم بتاع 90 كيلو ده يعني عمل بطوله هايله جدا النهارده ووصل للسيمي فاينل، ويعني سوء حظ خسر بسوء حظ في السيمي فاينل وما قدرش يعمل الميداليه البرونز وخد المركز الخامس. مفيش مشكله. المجمل ان احنا الحمد لله دلوقتي يعني لو احنا كنا حضرتك متابع معانا من اول ما استلمنا الاتحاد السنه اللي فاتت، احنا دلوقتي بقى عندنا كيان وبقى عندنا منظومه في جميع القطاعات، بقى عندنا لجان فنيه بتدير كل شؤون الاتحاد، ما بقاش الاتحاد هو رئيس الاتحاد فقط، لا احنا في كل جزء في الاتحاد ليه لجنه هي اللي بتدير الجزء بتاعه. عندنا المنتخبات القوميه متوليها واحد لو فضلنا نتكلم عليه 20 سنه ولا 30 سنه مش هنقدر نوفي حقه، ده راجل اصلا على راسنا والعالم كله بيقدره، فبالطبيعي ان اول ما كنا نبقى موجودين لازم احنا نقدره. فده شيء طبيعي احنا مش بنجامله ولا بنعمل حاجه زياده، ده هو ده حقه ده هو الكويس ان هو بيبقى شغال معانا، فده اول قرار كنا خدناه ان هو يبقى موجود معانا. الحمد لله يعني في جميع القطاعات احنا شغالين الحمد لله بخطى ثابته، الاعداد عندنا بقت غير طبيعيه، الانتشار بقى عندنا كنا بقينا موجودين في جميع محافظات مصر، الجودو بقى موجود في جميع محافظات مصر.
هدفنا كمان ان احنا دلوقتي طبقا لتوجه الدوله ان احنا نروح للمحافظات الحدوديه، فاحنا بننشئ مناطق في شمال سيناء دلوقتي في مطروح عشان خاطر نوصل الجدود هناك. فالحمد لله احنا ان شاء الله باذن الله على نهايه الدوره دي نكون ان احنا بقينا كيان كبير جدا 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 يقدر ينافس في جميع المستويات يعني. طب كابتن مرزوق، انا يعني عايز منك وعد على الهواء ان شاء الله تشرفني انت وكابتن محمد رشوان، انا يعني محتاجين جدا يعني شرف تكونوا لي. معانا وكلام كتير عايزين نتكلم في الجودو والخطه بتاعتكم، لازم توعدوني انتوا تيجوا ان شاء الله. ده شرف لي، شرف شرف لي. انا لي. هحدد مع الكابتن رشوان واكلم حضرتك يا ريت. ولازم نكون موجود معاك طبعا ان شاء الله. تنوروا وتشرفونا، يعني شرف لي. يعني ناس بتشتغل وناس عايزه تعمل حاجه، فمكانها الطبيعي ان يبقى كل مصر كلها واقفه وراها، وان شاء حضرتك الله شرف اللي لي. جاي اللي جاي احسن. طب انا يعني سريعا كده، انت عندك الخطوه اللي جايه للمنتخبات ايه؟ حضرتك احنا دلوقتي احنا هم هيرجعوا من السفر بعد بكره، فاحنا شغالين بالسلامة على طبعا. جزئين. في جزء هيلعب عندنا بطولة عربية للمنتخبات كبار، دي ما اتلعبتش من فترة كبيرة، فدي مهمة في بالنسبة قطر لنا دي يا كمنتخب كابتن صح؟ في الدوحة في أول مارس، من 1 لغاية 4 مارس. ما شاء الله. فلازم احنا هنشارك في البطولة دي بقوة، لأن هي ما اتلعبتش من فترة كبيرة، فاحنا لازم مصر لما تظهر في بطولة عربية لازم تظهر الله ينور بالمكانة عليك. اللي هي صح. فيها. ما ينفعش إن احنا نروح في بطولة عربية نمثل تمثيل مشرف، مصر دولة كبيرة وهي أم الدول العربية، فإحنا لازم نكون هناك متواجدين بقوة، فإحنا مركزين في البطولة دي. إحنا شغالين على قطاع الناشئين والشباب، عندنا بطولة أوبن أفريكا في تونس، الناس هتروح تلعب في مرحلتها بقى، يعني اه يسري ورملي هيلعبوا في مرحلة الشباب بتاعتهم عشان ياخدوا نقط تأهلهم لبطولة العالم الشباب بتاعتهم، يعني إحنا اللعيبة دي ماشي إحنا في بنطلب طريقين عليها تلعب في الكبار، فإحنا لا إحنا لازم كمان ياخد نقط في في المرحلة سنه بتاعته. في سنه عشان هو لما يروح كمان في بطولة العالم بتاعته يبقى عنده الرانكينج بتاعه، احنا عايزين يوصلوا اللي هم رقم واحد على العالم في المرحلة بتاعتنا. وخبرات يا كابتن، هو عمال يلم في طبعا خبرات وهو ماشي. طبعا طبعا. طبعا فاحنا طبعا. دي المرحلتين دول، وفي مرحلة تاني الثلاث لعيبة اللي حققوا الميداليات في البطولة اللي احنا كنا فيها دي عندهم جراند سلام في اوزبكستان في نفس التوقيت يعني. ان شاء فاحنا الله شغالين ربنا على الثلاث يوفقكم، مراحل. ان شاء الله ربنا يوفقكم يا كابتن مرزوق، واتمنى لكم كل التوفيق. كابتن مرزوق رئيس اتحاد الجودو المصري، بشكرك شكرا جزيلا.